شباب عمانا هلموا فقد دعاكم بكل صعيد عمل. اشتهرت كل الحضارات بالتصميم وصناعة أروع الأثاث بعد أن كان الخشب مجرد وقود ومواد بناء أولية، سواء كانت للمنازل أو لبناء السفن البحرية. إلا أنه وبمرور الزمن تطورت الحضارات وبدأوا باستخدام الخشب لأغراض أخرى كتصنيع الأثاث، والذي هو محور حلقتنا لهذا اليوم. ليعبر الإنسان عن ثقافته ومدنيته وهويته أيضاً، أتت الحاجة إلى تخليد ذلك عبر فنون الصناعة الواضحة على كل الحرفيات التي صنعها واستخدمها عبر الأزمان، مما أدى إلى ازدهار أعمال النجارة والمجالات المكملة لعملية صناعة الأثاث. سالم الربخي ومهنا الربخي شقيقان من ولاية بهلا، وبعد أن ورثا حرفة صناعة الأثاث العماني عن والدهما صالح الربخي، وجدا في صناعة الأثاث وتسويقه مجالاً خصباً للخوض في تجربة تجارية تكفل له مصدر رزق ومجالاً للتوظيف الذاتي. طبعاً كنت أنا بعد دوام المدرسة أروح مع الوالد الورشة وأشوف كيف العمل، وهذا حبيت العمل. بعد انتهاء دراستي التحقت بالورشة واستمريت يعني في العمل في هذا المجال. دور مؤسسة زبروك في من تقديم خدمة تصنيع الأثاث في سلطنة عمان، الحمد لله رب العالمين، نقدم الخدمة للزبائن المواطنين العمانيين والدوائر الحكومية، حيث أن في بعض الدوائر الحكومية مثل متمثل مثلا في وزارة الصحة في السكنات الداخلية للأطباء والطاقم الطبي في المنطقة الوسطى، بدأنا بالتوريد لهم أثاثنا من عام 1997 ولحد اليوم بتزايد مستمر، والمواطنين كل يوم تزيد عندنا ولاية يكاد، المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى والمنطقة الداخلية والظاهرة وجنوب المنطقة والمنطقة الباطنة. فالحمد لله المواطن العماني أصبح يطلب الخدمة أو يطلب الأثاث التصنيع المحلي، حيث أنه أكثر جودة وأكثر ضمان وحسب اختياره ما هو يريد من تصنيع الأثاث. فالورشة تصنع الغرف النوم والدواليب والمكتبات وكل ما يلتزم من تصنيع الأثاث. بدأت القصة بعد أن عاد والدهما من إحدى الدول المجاورة، حيث كان يعمل كرئيس قسم النجارة بإحدى شركات النفط. عاد إلى وطنه محملاً بالطموح والجد والاجتهاد اللذان تحدوهما الخبرة والمعرفة. بداية مؤسسة زبروك في قبل عصر النهضة، لما رجع الوالد من الغربة افتتح في بداية الأمر محل المواد الغذائية، ووجد أن هذه المهنة ليس لا تناسبه، حيث أنه قبل في الغربة يعمل في الورشة في النجارة. افتتح في عام 68 ورشة نجارة صغيرة في سوق بهلا. خلال ذيك الفترة كان غير يعني العمل، ما مثل الحين متطور، كان الأخشاب يعتمد على النخيل وهذا، وكان معاه العاملين زملائه اللي كانوا معاه في الغربة، فالتحقوا معاه في العمل ومارس المهنة لبداية السبعينيات، وكانت أعمالهم متمثلة في أعمال نجارة الأبواب ونجارة الصناديق سابقا. وكان دورنا احنا، فانا كنت طفل صغير في بدايه السبعينيات، فالتحق في الورشه في الفتره المسائيه بعد المدرسه وايام الاجازات، فكنت امارس النجاره البسيطه. ومن ثم لما خلصت مرحله الثانويه في نهايه الثمانينيات بدايه التسعينيات التحقت في الورشه رسميا بها. ومن ذلك اليوم بدأنا التطور الأكثر، حيث تقدمنا لوزارة التجارة والصناعة في عام 93 للدعم للورشة،
والحمد لله رب العالمين في 94 حصلنا على دعم من قبل الحكومة ممثل عن طريق بنك التنمية العماني، واشترينا معدات متطورة مع سيارات وبناء منشأة ثانية انتقلت من السوق إلى منطقة المعمورة، لأن كان المنطقة المصنع الورشة صغيرة وكانت لا تفي للمعدات الجديدة. في عام 1994 بدأت تطور الورشة والحمد لله رب العالمين، حيث إنها لعام 2013 وصلت لمرحلة أكبر، حيث أن أصبحنا نوزع في عدة ولايات من السلطنة. مؤسسة الزبروك لصناعة وتجارة الأثاث من أقدم مصانع الأثاث في السلطنة، إن لم يكن أقدمها. أسس بأيد عمانية أبدعت العمل في صنع الأثاث العماني التقليدي كالمناديس والأسرة وغيرها، ولكم استطاعوا أن يحولوا قطع الخشب إلى قطع فنية للاستخدام المنزلي تخلد إبداعهم للأجيال القادمة. سابقا طبعا كنت أشتغل مع العمال في النجارة وفي الصبغ، كنت معهم يعني موجود من بداية الدوام لنهاية الدوام، أكون معهم وتابعهم وأشوف، حتى أني تعلمت منهم هذه المهنة وأتقنها الحمد لله. لكن الحين طبعا في المكتب شغلي وأتابع العمال، لأن العمال هذا يحتاج طبعا متابعة. بداية نستقبل الزبون في الورشة حيث يوصل إلينا ونسأل يطلب وإيش من نوع الأثاث اللي يريده. إذا كان يطلب غرفة النوم إحنا نقدم له بعض التصاميم أو التصاميم اللي إحنا أنتجناها، ويختار الزبون إيش هو يريد. لما نستلم طلب من المواطن ونعمل تصميم ماله يدخل إلى الورشة، حيث أن نوزع العمل للفنيين الورشة، كل فني تخصص له عمل معين، السرير لشخص معين والدولاب لشخص معين والتسرية دريسينج في لشخص معين، ومن ثم من يخلص مرحلة التصنيع يدخل إلى مرحلة أعمال بداية الصبغ. فمن ثم يبدأ بعملية الصبغ البداية الأولية، وهو عمل المواد الأساسية للصبغ وعمل الصنفرة، ومن ثم يدخل عملية المرحلة الثالثة، تدخل السرير إلى عملية الصبغ وهو الرش، من ثم تخرج من الرش إلى عملية التزيين وهو التلميع لإضافات الألوان الإضافية في السرير. ومن المرحلة الرابعة يخرج إلى مرحلة تزيين الدولاب، تزيين السرير بالأشياء المسكات والزجاج، ومن ثم تسلم للزبون في المرحلة السادسة. يحرص كل من سالم ومهنا وسعود على الاهتمام بكل تفاصيل العمل في المصنع، ويحرصون أيضاً على متابعة سير خط الإنتاج، وذلك لضمان الجودة والحفاظ على دقة التفاصيل وتسليم المنتج في الوقت المحدد للمستهلك. طبعا الحين المجتمع العماني مجتمع واعي يعرف ويدور عن الجودة، يعني أول كان سابقا كل شيء مستورد يجينا من الخارج، هذا الحين احنا غرف النوم نعمله هنا أفضل من المستوردة، والجودة فيها أقوى ومضمون. يعني المجتمع الحين بدأ يتفهم الحمد لله، هذا دليل ان مواعيد عندنا مواصلات 8 أشهر 9 أشهر تنتظر، لان خلاص الناس بدأت تفهم الدور الجودة الدور الأحسن. نظرة المجتمع لتصنيع المحل الحمد لله نظرة جيدة، حيث إنهم من تجد إنه لما يقدم طلبه للطلب الأثاث إحنا نعطيه تسليمه بعد فترة 4-5 أشهر، فكانوا
ما زالوا يعني ما عندهم مانع. ليش؟ لأنهم يريدوا خدمة جيدة وضامنين أن الخدمة عندنا جيدة جدا. فبذلك الحمد لله تشجيعهم مستمر حالنا، وهم المواطن هو اللي يطورني أنا أكثر أنا أطور نفسي، لأنه هو يختار بعض أحيان أشياء أنا يكون في غفلة عنها، فهو يقول اعمل لي سرير مثلا بالشكل هذا، ديزاين بالشكل هذه، ألوان بالشكل هذه. فبوجود المواطن أنا بتطور أكثر، والحمد لله محصل دعم كثير من المواطنين ومن الأصدقاء ومن الناس اللي يزورون في الورشة. بعد ما جربوا الناس المنتجات المحلية خلاص بدأت تفهم جودتها وهذا، وبعد الزمن يعني كل ما يمر يعرفوا الجودة فيهن، في الصيني المستورد ولا في الأثاث المحلي يعني. الصعوبات اللي واجهت مؤسسة بروك من بداية النهضة، من بداية في افتتاحها قبل السبعينيات، كانت عدم وجود اليد العامل الماهرة، وعدم وجود الخامات حيث كانت الخامات ذاك، وعدم وجود السيولة المادية. وبالتطور التدريجي وبدعم من الحكومة تطورت الورشة، حيث بعد ما قدمنا الدعم الحكومة كانت تساندنا سادتنا ماديا، فهو كان الدافع الرئيسي لتطوير الورشة، وما زالت يعني مستمرة في العطاء، والحمد لله رب العالمين بوجود الحكومة ووجود المواطنين تطورت الورشة. بداية أي مشروع طبعا فيه صعوبات، أي مشروع، ما في مشروع ما فيه صعوبات. بدايات أول الصعوبات المادية طبعا لازم تكون المبالغ وتوفر هذا، لكن الحمد لله الحكومة مقصرة فاتحة مجالات واجد. عندك بنك التنمية يمول، بس يحتاج ان الشخص يكون عنده همة يعني حال هذا الشيء، والحكومة مقصرة. البنوك بنك التنمية بالذات يعني يعطيك تمويل حتى اذا مليون ريال تمويل ما في مشكلة. تسويق مثلاً لازم أنك تعمل لك اسم في السوق. الحمد لله إحنا اسم زبروك قديم يعني، وهذا الشيء ساعد يعني عشان تنتشر، لأنه ورشة قديمة من الستينات، وساعدنا الاسم إني تتسوق المنتجات. وهذا طموح مؤسسة زبروك على أن تصل إلى أعلى المستويات سواء في عمان أو خارج سلطنة عمان، حيث أننا نطمح أن يكون عندنا عدة فروع في سلطنة عمان وفي دول مجلس التعاون الخليجي، لنثبت للمجتمع وللأبناء المجتمع بأن العمانيين وأصحابهم أصحاب المهن بدأوا من الصفر ووصلوا إلى مرحلة أكبر. طموح طبعا طموح مؤسسة ان تتوسع وتفتح افرع في مناطق سلطنة، لان احنا عندنا الحين زباين من هيمة من الدكم مناطق بعيدة يتواصل عندنا عن طريق التليفون يعني، وعن طريق مثلا الواتساب يرسل لهم الاشكال ويختار الشكل، مجرد ما يختار الشكل خلاص يعني يخبرني اوكي نعطيهم الموعد ونقوم بتنفيذ العمل ونرسل لك. ما يحتاج انهم يعني كما تقول يجيوا من مسافات بعيده يقطعوا هذه المسافات. الحمد لله الحين هذه الشبكه الهواتف يعني وفر اشياء واجد الحمد لله. نصيحة
نصيحتي للشباب العمانيين بأنهم يفتتحوا مشاريع، ولا بد أن يكون للشخص اللي حاب أن يمارس مهنة تجارية أو صناعية يكون له عزيمة، بداية بعزيمته الشخص، ولما تكون عنده عزيمة جميع الصعاب تنفتح أمامه ولا يوجد لديه أي صعوبات تذكر. ولكن إذا كان العمل الشخص يقوم بتجارة وهو لا غير مثابر فيها وغير متواجد فيها باستمرار يتقطع عن وجوده في موقع العمل، هذا طبعا لن يحصل قدوة فيرجع إلى الفشل. فأنا نصح أن الشخص اللي يريد يعمل تجارة أو صناعة لابد أن يكون متواجد في موقع عمله بمستمر ومتابع بكل صغيرة وكبيرة. نصيحته طبعا في أي شاب يريد يدخل هذا المجال يكون هو يتابع بنفس الكامل يعني، ويتفرغ، التفرغ مطلوب في الأعمال ومتابعة كل صغيرة وكبيرة، وإن شاء الله يعني يحتاج لوقت يعني ما سنة سنتين، ما شيء مشروع في سنة واحدة ولا شهر وخلاص، يحتاج لوقت. إحنا الحمد لله الحين مثل ما خبرتك من الستينات وما نحس بعدنا ذاك النجاح خلاص حققنا، لكن نطمح للأكثر يعني. الزبروك والكثير من المشاريع العمانية نالت رضا وثقة المستهلك، وهي خير مثال للمؤسسات العمانية التي بنيت بأيد عمانية تطمح في إثبات الذات وإيصال رسالة الجد والاجتهاد والفخر لكل عماني طموح. ما قصرت الحكومة، أعطتنا دعم سنة 1995، أعطونا دعم من بنك التنمية، بدينا بالتوسع وتطوير الأعمال. الحمد لله حكومة سلطنة عمان في متمثلة في عدة مشروع سنة، ومشروع رفد فاتح مجال كثير لتشجيع الشباب لفتح التجارة. وأنا أتمنى من كل الشاب أن يطرق أبواب الدوائر الحكومية والمؤسسات اللي هي اهتمت في التصنيع في المجال التجاري، مثلا وزارة التجارة والصناعة، هي المؤسسة الصغيرة والكبيرة، مشروع الرفد، بنك التنمية العماني، هذه كلها مؤسسات حكومية مساندة للمواطن العماني لتشجيعه في أعمال التجارية، وهي لم تبخل لأي مواطن في أي شيء. الحمد لله رب العالمين، عندنا زملانا وشباب رسلتهم الحكومة إلى خارج السلطنة للنظر للدول المتقدمة في المجال التجاري والصناعي.